أمنيا. قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد خليل في تصريح خاص لوان نيوز إن الأوضاع في سنجار غير مستقرة، داعيا الحكومة الاتحادية إلى طرد الفصائل المسلحة لما تسببت به من مشاكل لمواطني القضاء. اليوم الوضع سنجار وضع استثنائي، تتحكم بها فصائل غير شرعية، سلاح منفلت. نحن نطالب الحكومة الاتحادية والحكومة القادمة فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة وعودة النازحين وطرد هذه الفصائل الغير شرعية التي فرضت قوانين عجيبة غريبة على المواطنين السنجاريين. ونحن لا نوافق على أي برنامج حكومي إذا لم يعترف بالإبادة السنجار وإبادة اليزيديين والاعتراف بمنكوبية السنجار وتوفير الخدمات والأمن وتطبيق اتفاقية السنجار بكامل بنودها.